احنا خط الخدمه اللي بيخدم منطقه ابو نصير اسمه خط رقم 11، بيعرفوه اهل ابو نصير، بيجي من التعليم العالي مرورا بجامعه الامير سميه بصل لاشاره مسجد الجامعه، بيلتقي مع البصري. في خطين للبصري، خط 99 وخط 100. شاءت الصدف انه خط ابو نصير اجرته قديش؟ 55 قرش، والباص السريع اجرته 55 قرش. فقلنا بدنا نعطي فرصه للمواطن اللي جاي من ابو نصير ينزل من باص ويطلع في الباص السريع، وبدل ما يستفيد من مسار اللي هو راكب فيه ويوصل لدوار الداخليه او لشارع الملك حسين للعبدلي وبعدين للمحطه، بس هو وهو في باص ابو نصير ما بيقدر يستفيد الا من مسار الباص والوجهه النهائيه تبعته. بدنا نعطيه وجهات جديده، تنزل من باص ابو نصير تطلع على الباص السريع خلال 45 دقيقه من بدايه رحلتك، من لحظه ما تكيت بطاقتك تنزل من باص ابو نصير عند اشاره مسجد الجامعه، بتروح على الباص السريع، بتركب يا 99 يا 100. اذا ركبت 99 بتقدر تيجي على الدوار الخامس، بتروح على وادي صقره، على ما بتدفع مره ثانيه على الاستشاري، ما بتدفع مره ثانيه، ما بتدفع مره ثانيه، ما بتدفع مره ثانيه، بتروح على الاستشاري، تنزل على عبدون الامد ايست اذا بدك تدرس لغه انجليزيه او كذا، وبتنزل لوسط البلد لاشاره المصدر على نفس الاجره. فانا اعطيتك ست او سبع وجهات جديده بدون ما اجيب بدون بصل، استفدت من السيستم تبعي بطريقه اكبر. نفس المواطن اللي جاي من ابو نصير قرر انه يروح مثلا على مستشفى الامير حمزه، او قرر انه يروح على طبربور، بنزل من باص ابو نصير في هاي نقطه الالتقاء في منطقه الالتقاء الباصين بدون ما يدفع اجره جديده، بيطلع بالباص الثاني بركب باص 100 على دوار المدينه، عم شغله مع طبربور على مستشفى الامير حمزه بنفس الاجره. فتخيل قديش انت من خط واحد خلقت خمس خطوط، خلقت 10 وجهات جديده. فهذا الحكي بيشجع اهل ابو نصير انهم يستخدموا. بدي اعطيك مثال ثاني، اصبر يعني تفضل. خط رقم 12 بيخدم اهل شفا بدران، بيجي مع شارع الاردن، يعني من مجمع الشمال اللي هو على شارع الشهيد بروح على شفا بدران وبرجع على مجمع الشمال، بيلتقي هو الباص السريع في عند مجمع الشمال في جسر مشاة، بينزلك على المحطه تبعت الباص السريع. عملنا تكامل بين خط 12 وخط 100. هلا انا من جاي من شفا بدران، اول كنت اصل بس مجمع الشمال بالباص وتنتهي علاقتي في السيستم في النظام في المنظومه. هلا لا، بنزل خلال اول 45 دقيقه من تكه بروح على خط 100. اذا بدي اروح على مستشفى الامير حمزه بكمل رحلتي على مستشفى الامير حمزه، اذا بدي اروح على طبربور بكمل رحلتي على طبربور، اذا بدي انزل على المحطه بكمل رحلتي على المحطه، اذا بدي اجي على دوار المدينه برجع دوار المدينه، اذا بدي اروح على الجامعه الاردنيه بنفس الاجره. خط برج الحمام، خط 34، اهالي برج الحمام. طب انت عشان عديتهم هم كم الخط المستفيدين من هذا الموضوع؟ هلا بحدود 10 خطوط بس، كل خطوط راح تستفيد، كل خطوط اللي بتلتقي في مسار الباص السريع راح تستفيد من موضوع تكامل الاجره وتكامل الخدمه. خط برج الحمام بالله عليك هاي مهمه، وانا يعني كان نفسي اشرح هذا الموضوع من بدايه الحلقه. خط برج الحمام، خط 34، اهل برج الحمام تخيل قديش في كثافه سكان برج الحمام، كانوا يطلعوا برج الحمام يوصلوا للجامعه الاردنيه من خلال شارع المدينه المنوره وتنتهي علاقتهم في النظام. الان توصل للجامعه الاردنيه عند جسر مستشفى الجامعه تلتقي مع مسار الباص السريع، بتغير الباص بتطلع بدون ما تدفع اجره جديده، بتروح على مجمع الشمال، بتروح على مستشفى حمزه، بتروح على المحطه، بتروح على طبربور على نفس الاجره، بتروح على الخامس على وادي صقره على الاستشاري على وادي عبدون بنفس الاجره. فتخيل قديش انت خلقت وجهات جديده من خلال هذا التكامل بدون ما تكلف المواطن ولا قرش زياده، وبنفس الوقت شغلت باصاتك، فهي بسموها win-win for me.